من هاي الفقرة رح نحكي عن الاكسسوارات يلي هي الأساس عن إطلالة الصبية يلي بتميز وبتزين الإطلالة اليوم. واليوم في كتير من مشاريع الهاند ميد، مشاريع الاكسسوارات يلي عم تتميز فيهم الصبايا وعم تترك بصمة خاصة فيها. وضيفتنا لليوم بلشت مشروعها بكل حب يا رشا. أكيد هايدي، ودائما وقت اللي بنذكر المشروع والحب نعرف نجاح أي مشروع لأي ست لأي صبية هو أساس الحب لهي القصة. اليوم شهدنا ولادة مشاريع جدا جميلة بالسنوات السابقة، كانت كفيلة لتعيل أسر كثيرة، وكانت كفيلة لحتى تكون الصبية أيضا معيلة لنفسها لتبلش هذا المشروع ويبلش يكبر شوي شوي. هنروح لعند ضيفتنا لليوم اللي جاي من طرطوس، كنا بتقرير عن طرطوس، وضيفتنا الأخيرة أيضا من محافظة طرطوس وهي الصبية ليليانا عدنان أسعد. صباح الخير يا سعد. صباح، كيف طرطوس؟ منيحة. كيف صباح الخير. صباح النور. رطوبة دائما بيقولوا تماما أهل الساحل دائما موجود رطوبة. حمل على سلامتك. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك ليليانا. عم نحكي عن مشروع الإكسسوارات اليوم، خلينا نخبر المشاهدين ونعرف المشاهدين ليليانا ايمت بلشت بمشروعها. بداية أعرف عن حالي، أنا ليليانا أسعد، عمري 25 سنة، دارسة أدب فرنسي، إجيت من طرطوس حتى ضوي على مشروع الهاند ميد من خلال قناتكم. بلش مشروع الهاند ميد من 3 سنين ونص تقريبا. طبعا هذا المشروع كان شغف لما كنت صغيرة وتطور مع الأيام والسنين. طيب اليوم وقت تمسكي هاي القطعة وبدك تبلشي، يعني في أصول أو في محبة عم تقولي من زمان أنا بحب هاي القصة، يعني حدا علمك إياها؟ هلأ هي شغف، اجتهاد شخصي يعني، اجتهاد شخصي وشغف من لما كنت صغيرة. كنت دائما جيب علب الخراز وساوي أقدر أصنع أسوار أو تنزعي لأمك شو عندها أقراض كالعادة تفري لها شي عن الكنزة. أيوة بقدر أصنع أسوار وتطلع معي إنه في شيء إنه عم أصنعه إلي أنا. تمام. اليوم يمكن كل صبية بتعتمد خط معين بالإكسسوارات، اليوم ضمن مشروعك من وين ممكن تستوحي أفكارك أو شو هو النمط يلي بتتبعيه اليوم ضمن مشروعك؟ هلأ اليوم السوشيال ميديا كتير بتعلمنا قصص وكتير بتخلينا نتطور بخصوص مجال الهاند ميد. دائما أنا بعتمد على الإكسسوار اللي بخص البولمير والكريستال اللي هو مستهلك بشكل يومي لحتى تقدر تلبسه الصبية وتستعمله بالحياة العملية. فدائما اغلب القصص تكون بعيده عن المعادن، عن القصص المطليه، دائما في خرز وفي انواع الخرز بشكل عام. تمام. يعني اليوم ليليانا عم تروح للقصص اللي دائما كل صبيه مطلوبه، وهدول القطع نحن بنشوفهم موجودين بخزانه كل صبيلات اللي ما عندك نفسها. صحيح اكيد. حلوين الوانهم. بس ليليانا ما انا لابسه. لا اليوم انا لابسه. بس لابسه من اسمك هيك. ايه تفصيل الاسماء كمان بنشتغلها. اليوم نحكي عن مراحل عمل هدول القطع، بتبلشي فيهم يعني قد ايه بياخذوا وقت، قد ايه بياخذوا جهد منك؟ اليوم اول قطعه مو مثل يعني اشتغلتيها مو مثل اليوم بالوقت والجهد اكيد يعني. طبعا هلا بدايه كاول فتره تعلمت فيها بدي يكون عندي وقت شوي، مثلا بدي اخذ وقتي المنيح لحتى بلش بساعه ساعتين لحتى اقدر اصنع اسواره لحتى اشوف انا شو بيطلع معي. بس مع مرور الوقت صارت خلص كل شيء بيمرق بسرعه، يعني بشتغل اسرع من قبل. تمام. وهون كمان خلينا نحكي عن هدول السناسل كمان، نحكي هالالوان اليوم مكفوله وقد بياخذوا معك وقت اليوم بشغلهم وقد كمان هن مطلوبين من الصبايا. هلا بخصوص الجنازير والقصص اللي بتميل دائما للشغلات الذهبيه بالمناسبات، اغلب الصبايا بتطلب هاي القطع بيكون عندها مناسبات، غير اللي بتطلب قصص الخرز والكريستال للحياه العمليه. وهدول كثير ترند وكثير مطلوبين، دائما في ناس بتحب تلبس اكسسوار اكثر من الذهب فبتستهلك هدول. والوان مكفوله. الوان مكفوله طبعا. البارفان ممنوع، وخصوصا انه احنا بمنطقه ساحليه فانه شوي يعني ما نلبس كثير يعني. تمام. حتى اليوم الاشخاص اللي يعني الاشخاص اللي بحبوا شيء ناعم، يعني جايبي شيء، في ناس شغلات ناعمه حلا حبيت هاد، يعني بتحب هدول القصص كثير. في ناس كثير بتروح لهدول القصص، حتى هدول يعني اليوم تسويقيا قد ايه البنات بحبوا يعني، بس بجوز بحبوا الطقم يكون كامل صح؟ ايه هلا حسب كمان كل حدا وله ذوق بالحياه، في ناس ما بتلبس الا طقم كامل، وفي ناس بتحب هي تطبق من خلال انه الستاندات تاخذ كذا قطعه وتشوف كيف
بيطلعوا سوا. تمام، اليوم ببداية مشروع كل شاب أو صبية ممكن يخافوا من ردات فعل الناس، من الانتقادات، من الصعوبات اللي ممكن تواجههم. ليانا ببداية مشروعك ذكرتي إنك بلشتي من 3 سنين لهلا، بداية مشروعك كان في صعوبات أو تحديات واجهتك وكيف قدرتي تتغلبي عليهم؟ هلا ببداية كل مشروع دائما في صعوبات، وأهم شيء إنه ما نعطي سمعنا للناس السلبية اللي بتقلك أنت ما رح تقدري توصلي، ما عندك شغف، إنه في مثل شغلك كتير، بس الأهم تكوني مؤمنة بحالك وأنت يكون عندك طموح وشغف إنه أنت بتقدري توصلي للشيء اللي بدك إياه. حتى اليوم شوف يعني أنا هدول أنت حبيت أنا حبيت لا وطبقت معه الأسوارة، يعني مع إنه هي أنت مش تنطير نفس الألوان أيه، بس إنه نروح بعضهم يعني استنصال هذا اليوم كتير غريب يعني كفكرة، يمكن الألوان ما كتير يعني كذا لون يعني أكيد هذا اليوم الصبية بدها تعرف شو تلبس معه يعني صح. شو بدها تلبس معه الصبية؟ هلا هدول ساده؟ ايه بيكون دائما ساده لانه داخله كذا لون، فبدها تعتمد على التيشيرت الساده. خلينا نشوف عليكي، خلينا نشوف على الاسود كيف ممكن يطلع، بحرك بيعمل تمام. حركه يعني ما بيعمل عجقه وهيك، لانه هو مخلط بكذا لون فاجباري التيشيرت لازم تكون ساده لحتى تقدري تلبسي. بما انه ذكرنا هي القصه اليوم ليليانا، اكيد نحن بنعرف انه بكل فصل اكيد في اكسسوارات بتكون دارجه، وكمان بكل مناسبه صبيه اذا بتروح على الجامعه او عندها مناسبه او سهره معينه كمان الاكسسوارات بتفرق وبتلعب دور. ممكن قطعه كثير بسيطه نحن نحط لها اكسسوارات فعلا تعطي جو السهره، خبرينا اكثر قد ايه مهم اليوم نحن نلبي اكسسواراتنا مع المناسبه اللي عندنا. هلا اول شيء بالنسبه للحياه العمليه في كثير صبايا بتطلب قصص الاساور اللي بتكون باختصاصي انا بالبولمير والخرز الكريستال، بتقلك انه انا بدي شيء عملي دائما، ما بدي شيء انه يقطع او يروح لونه او كذا. طبعا هدول الناس غير اللي بيطلبوا شغلات للمناسبات، لما بتتزيني بالاكسسوار بيكون عندك مناسبه بتلبسي شيء كثير ساده بتحبي تزيني بشيء يعني بشيء من الاكسسوار، يعني هيك بصير متزين الفستان بشيء من الاكسسوار بيكسر النمط تبع الساده. هيك شيء ثاني حكيت هايدي انه اليوم انت عم تشتغلي بالاسماء ايضا، يعني السنسال اللي برقبتك شغلك حلوه، الاساس مطلوبه كمان مطلوبه يكون عليها مكتوب اسم الشخص، يعني احيانا الواحد يوسع عليه توصيه يعني بس هو كلون يعني دائما بنخاف من اللون. هلا انا دائما بقول اكسسوار ماله ذهب، يعني دائما في قصص بتحل، فانت بقى كيف بتقدري تحافظي انت حظك كيف بتقدري تحافظي على القطعه. يعني هلا قلت لك نحن قبل بمنطقه ساحليه ما انك قادره تلبسي السنسال وتطلعي وكثير شوب وكثير طوب فممكن يروح اللون. طب هذه الطبقه تبعت المتلي بالماء الذهب او لا تبع المناكير الشفافه دائما بيقولوا انه اعطيها طبقه ايه بتجي بتحافظ عليه اكثر، بس هلا في سناسل البليكسي تكون نوعا ما منيحه، بس هلا دارج سلاسل المعدن اللي هو بيعطيك دائما هيك لوك كانه مثل الذهب. طيب خلينا نحكي عن جانب السوشيال ميديا اليوم، قد ايه هو بيفيدك لحتى تسوقي لشغلك من خلاله قادرين اللي عم يتابعوكي انه يشوفوا شغلك كيف عم يكون، خبرينا اكثر قد ايه فادك؟ هلا السوشيال ميديا اليوم عم تساعد اي صبيه او اي شاب عندهم مشروع، عم نقدر نحط افكارنا نعرض افكارنا، كمان طريقه التصوير كثير بتلعب دور انك انت تقدري تصوري المخده او الستاندات بطريقه انك تعرضي القطعه بشكل اوضح تعطيها حقها، مشان اذا بدها اي صبيه ياهن على الواقع تعرف انه هي الشيء نفسه تماما بالواقع. كمان السوشيال ميديا بتقدر تساعدنا للمشاريع الهاند ميد اللي ما عندهم هلا فكره انهم يفتحوا محلات، كثير بتساعد وبتخلي الناس تعرفك اكثر. طيب ليليانا شاركتي بمعرض ببازار يعني اخذت كنتي بزياره لهيك قصص؟ ايه تقريبا حبيتي؟ ايه كثير حبيت، هلا البازارات بتعطيني كثير خبره اكثر، بيكون في بنات مثل شغلي بتقدر تكسبي خبره من صبيه لصبيه بتعطيهم يمكن كمان انت تماما، هن بياخذوا خبره مني بكون قريبه من الصبيه اكثر، بتجي بتشوف القطع على الواقع بتصير بتطبق اكثر على الواقع وهيك بتصير بتعرفي اكثر بالمجال، يعني بتفوتي بالمجال لسه اكثر. وكل مشروع اليوم يمكن هو رشا بحاجه لدعم ان كان من الاهل او الاشخاص يلي حواليه، خبرينا ليليانا ببدايه مشروعك لهلا مين هن الاشخاص الداعمين لك؟
هلا بالبدايه الدعم الاول اللي هني اهلي او بعدين من رفقاتي، المجتمع اللي حواليك لما بيشتروا منك رفقاتك بتحسيهم انه هني اللي عم يشجعوك دائما لحتى تطوري من شغلك. الصبيه اللي بتاخذ من عندي اول مره وبترجع بتكرر مره واثنين فهي كمان عم تدعمني. معناتها اسعارك حلوه يا ليلي. دائما اليوم بيعانوا الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا بالمشاريع اليدويه، بيقولوا لك انه نحن احيانا القطعه بتكون غاليه عنا او بنبيعها بسعر غالي لانه المواد الاوليه اللي عم نجيبها هي بالاصل غاليه. فاليوم نحن كثير مهم الراعي الفروق عند الناس، ونحن اليوم متوجهين لطبق الصبايا يعني، فكل ما كانت اسعارك حلوه كل ما حدا اخذ مثلا كميه اكبر. هلا الاسعار بشكل عام يعني بهذا المشروع خلص المردود بيكون شيء بسيط كاول بدايه. عم بتعاني من الغلاء المواد الاوليه يعني بتجي اكيد طبعا. هلا بيكون مرتفع. هلا السنه الماضيه ما أنا مثل هي السنه، دائما القطع كل يوم عم تصير اغلى ففي شويه صعوبه بهي الامور. هلا الصبايا ما راح يقدروا احيانا انه هي القطع انت مكلفتك وربحك فيها قليل فدائما بيستغلوا، فانا عم حاول اوازن بين هدول القصتين. تمام. ليكي حتى هدول حلوين يعني ليليانا ما نسيت الاطفال تماما. سيمو للاطفال قلنا هي لا هايدي حبيتها. حلوه للاطفال هدول هلا طلاب المدارس الابتدائي يعني، حتى هدول يعني لهم حصه اليوم بصباحنا لليوم. طيب خلينا نحكي اليوم لاي حدا، لإلي لهاي لاي صبي اليوم بدها تبلش هذا المشروع وخايفه يعني عندها صعوبات مثلا، خايفه من محيط من النقص المادي، يعني اليوم شو بتقلي لليان يعني؟ هلا انا اليوم بقول اي صبيه حابه انها تبلش بمشروع هاند ميد ان كان باكسسوار او بغير الاكسسوار تتشجع وتبلش من جديد، لانه بالنهايه ما في احلى من الصبيه اللي بتقدر تعتمد على حالها، وبهي الظروف الحياه لازم الوحده تستند على حالها، تدعم اهلها، تدعم حياتها الزوجيه، تكون في حياه مشتركه. فانه الافضل انه اي صبيه تشتغل على حالها اكثر، تامن بحالها، تعرف انه بتقدر هي قد ما كان في صعوبه فانت بتقدري ما دام عندك شغف. ليليانا نحن داخلين هلا على الشتويه، شو هي اكثر الالوان يلي ممكن تلبق اليوم وتكون دارجه؟ وبشكل عام قد ايه بدك وقت لحتى تنجزي القطعه؟ كم قطعه باليوم بتساوي؟ هلا بشكل عام الالوان بتختلف من فصل لفصل، يعني الوان الصيف رح تكون مختلفه عن الوان الشتاء. فبموضوع الالوان هلا جايين على خريف بناخذ الالوان الهاديه مثل ما شفتي اللي معك يعني البيج الكحلي. انا بختار لك القصص اللي عن جد ملفته، يعني هدول اللونين كثير هيك خريفيين ناعمين، غير الوان الصيف اللي بيجي الاورانج الفائق مثلا الاخضر الفوشي. اما بالشتويه بتصيري بالمبيتي بدم الغزال، هيك شوي شوي بتتغمق الالوان. تمام. واحيانا حسب مثل ما بدها طبعا حسب الصبيه شو حابه. ليليانا انبسطنا بوجودك معنا كثير، من خلالك بدنا نبعث هيك تحيه لكل اهالينا بطرطوس يعني، وشكرا لحضورك اليوم. نتمنى هذا المشروع يكبر ونشوف اسمك هيك وتبلش تكبري بمحل يكون عندك شيء هيك خاص لإلك. شكرا لكم، وانا بدي اتشكركم على الاستضافه الحلوه، اتشكر قناتكم الاخباريه. اهلا وسهلا فيكي، كنتي معنا ليليانا عدنان اسعد، شكرا لك واكيد بتمنى لك كل التوفيق والنجاح بايامك القادمه. شكرا لك. هايدي.